تحت عنوان نحو إعادة بناء التعاون والشراكة بين العالم العربي وتركيا، انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية لمؤتمر العلاقات العربية التركية. ويهدف المؤتمر لبناء شراكة استراتيجية وتعميق العلاقات العربية التركية في شتى المجالات، والمساهمة في تجسيد التواصل الحضاري وتمتين الروابط بين من خلال أرضية حوار متواصل ومواجهة الأخطار المحدقة بالأمة. تحت شعار نحو إعادة بناء التعاون والشراكة بين العالم العربي وتركيا، انطلقت فعاليات مؤتمر العلاقات العربية التركية بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله لمبارك الصباح. ويأتي نمو وازدهار العلاقات العربية التركية في الآونة الأخيرة للتقارب السياسي للجمهورية التركية مع العالم العربي، وخاصة العربي الملموس مع دول الخليج العربي. وقد ساهم هذا التقارب في بناء روابط متنوعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكان نتاجها ضخ الاستثمارات التركية في الدول العربية، كما تم ضخ استثمارات خليجية في تركيا، وهما أدى بالتبعية إلى دفع الاستثمارات العربية بشكل عام. سيعالج المؤتمر عدة قضايا مهمة، منها الشراكات التجارية والعمل المشترك الاقتصادية وتعزيز أواصر علاقات التعاون كافة بين الطرفين. ونشكر في البداية، لا يفوتني أشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على رعايته هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون ما بين المؤسسات المدنية وهذه المؤسسات، سواء الفكرية الاقتصادية الاجتماعية. وقد تكللت هذه العلاقات في زيارة سمو الأمير حفظه الله لتركيا، وكذلك فخامة الرئيس التركي الذي كانت زيارته الأخيرة وضع حجر الأساس لمطار الكويت. هذا التبادل وهذه تعزيز العلاقات ما بين المؤسسات المدنية يهدف إلى وحدة هذا الوطن ووحدة الدول العربية والإسلامية مع تركيا، والاستفادة من التجربة التركية التي وضعت قدمها في مصاف الدول العالمية. أهداف عدة للمؤتمر، منها بناء شراكة استراتيجية وتعميق العلاقات في شتى المجالات والمساهمة في تجسيد التواصل الحضاري وتمتين الروابط من خلال أرضية حوار متواصلة. تعزيز التواصل وبناء شراكة استراتيجية كويتية تركية هو من أحد أهداف هذا المؤتمر من مؤتمر العلاقات العربية التركية. يوسف صفرة، تلفزيون دولة الكويت.